شو يا سعيد؟ لمين هالصحن؟ إلك ولا لابنك؟ هيه؟ مش بهالطريقة منغذي الأطفال يا سعيد. وفكرة أن الأطفال لازم يتغذوا بكميات كبيرة فكرة خاطئة تماماً. حسب سنه، الأطفال بحاجة بين 4 و6 حصص من النشويات والحبوب. وكيف من إيسا؟ كل حصة من الباستا المسلوقة، البطاطا، الأرز أو رقائق الفطور بتوازي حجم ماوس الكمبيوتر. بينما حصة الخبز العربي أو البانكيك الأمريكي بتوازي قرص السي دي أو الدي في دي. وبالنسبة للفواكه، الكمية هي حصة ونصف لغاية 12 سنة، والحصة بتساوي حبة الفواكه اللي بحجم كرة المضرب. أما الخضار فالحصة بتساوي حجم سكوب من الآيس كريم الكبير، والمطلوب حصة ونصف لسن 8 سنوات وحصتين بين 8 وال 12 سنة. وبالنسبة للبروتين، كل حصتين من اللحم الأحمر أو الدجاج بيساوي كف الطفل، وهو بحاجة لأربع حصص يومياً بين عمر 5 و8 سنوات، وخمس حصص بين عمر 8 ل 12 سنة. إذا اعتمدت هالقياسات يا سعيد، فيلك تعلم الأولاد بنفس الوقت الحساب والمشاركة بتحضير وجباتهم. خلينا ندلع أولادنا بأكل مغذي وبكميات صحية، وعساكم دوم بصحة وسعادة.